في كل مكان. هنا لحظات انطلاقة شوطنا العاشر في أشواط الفترة الصباحية لهجنة ابن القبائل، حيث نسير مع هذه الجولة من جولات التنافس والتحدي والأبكار. المهجنات الأصايل تنطلق في دفعة جديدة ومشاركة قوية وأسماء لامعة إلى المقدمة وإلى الصدارة، حيث تتواجد وديان لراشد بن حمد بن راشد بن غدير، تتقدم إلى مقدمة هذا الشوط وتسير إلى المركز الأول. بينما في المركز الثاني وصول منشودة ناصر بن معيوف الشدي يحتل المركز الثاني، يتقدم في هذه اللحظات إلى هذا الموقف وإلى هذا المكان. أنتقل إلى المركز الثالث، إلى المركز الثالث حيث تقدمت مذهلة عتيج بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري، وصل خذ المركز الثالث. بينما في المركز الرابع هذه اللي وصلت الآن دينارة، وصلت خذت المركز الرابع، حمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي يحتل المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس انتقل مباشرة إلى تواجد مودة هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، يصل يحتل المركز الخامس. النقلة إلى المركز السادس وهذه مزون علي بن سالم بن حمد الاكتبي محتل المركز السادس. نشوف المركز السابع، المركز السابع وصلت الآن خذت المركز السابع وتقدمت معارف سعيد بن حمد بن مطر بن نص المنصوري. والمركز الثامن، المركز الثامن شعار بن تريس يأتينا هنا على المركز الثامن. إذا مشاهدين الكرام المركز الثامن محبوبة علي بن راشد بن مفتاح الشامسي وصل خذ المركز الثامن. المركز التاسع شعار بالعصري العامري على ما اعتقد المركز التاسع، هذه اللي وصلت الان شودة او شومة سهيل بن سلطان بن راشد الكتبي. والمركز العاشر، المركز العاشر هنا تتواجد اذا مشاهدين الاعزاء تم لمحمد بن راشد بن قحيد يحتل المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لمراكز مركزنا العشرة الأولى المتقدمة حتى هذه اللحظات. و أعود إلى المقدمة وإلى المراكز الأولى. إذن مشاهدينا الكرام إلى السيطرة ما شاء الله، شوف الثنائية، شوف الثنائية على المركز الأول، ولكن لا زالت وديان، لا زالت وديان راشد بن حمد بن راشد بن غدير محتلا المركز الأول ومقدما هذا العرض. المركز الثاني، المركز الثاني هذه شودة تعود ملكيتها لسعيد بن ناصر بن معيوف الشدي المنصوري، يحتل المركز الثاني ويقدم لنا شودة في هذا هذه المشاركة على ثاني المراكز. يلا شوف المركز الثالث، المركز الثالث وصلت الآن دينارة، دينارة هذا المركز الثالث لحمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي محتل المركز الثالث في هذه اللحظات وتسير بالمنافسات. أعود إلى المركز الرابع تابع بن زيتون. هنا مشاهدينا الكرام عتيج بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري يأتي يتقدم إلى المركز الرابع. المركز الخامس هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يأتي على مودة ليقدم المركز الخامس. المركز السادس يلا يا بن مسعيد هذه شومة تعود ملكية السهيل بن سلطان بن راشد بن مسعيد الكتبي محتل المركز السادس. المركز السابع محبوبة ولا حبوبة خلت المركز السابع تعود الملكية لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي يأتي سابعا. المركز الثامن، المركز الثامن وصول من شعار بن نص هذه معارف سعيد بن حمد بن نص المنصوري يحتل المركز الثامن. المركز التاسع شعار بن قحيد متقدما ليقدم لنا تم محمد بن راشد بن قحيد يأتي ويصل في هذا الموقف إلى المركز التاسع. والمركز العاشر هذه مصيحة لمحمد بن حمد بن مصلح الإحبابي محتل المركز العاشر.
اعود الى مقدمة الشوط واعود الى المركز الاول الى الصدارة. ما شاء الله شوف التغيير اللي جرى، وترى 1200 والعودة الى محبوبة. ما شاء الله محبوبة علي بن راشد بن مفتاح الشامسي الى المركز الاول. مذهلة تحاول في المركز الثاني، مذهلة 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 تتواجد في المركز الثاني، تعود الملكية. عتيج بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري المركز الثالث، وصول من شومة، شومة لسهيل بن سلطان بن راشد الاكتبي، ولكن بالنص، لكن بالنص يقدم لنا في هذه اللحظات معارف، معارف سعيد بن حمد بالنص المنصوري، يوسلوب عودة الى البداية، عودة الى البداية، شعر بن قحيد خامسا، ولكن بن مفتاح يقدم محبوبة، يقدم محبوبة، يقدم محبوبة. علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يصل في هذه اللحظات الى مقدمة الشوط، الى محبوبة، الى محبوبة. معارف في المركز الثاني، الى بالنص في ثاني المراكز، سعيد بن حمد بالنص المنصوري، ومذهلة مذهلة مذهلة قادمة، عتيج بن عوض بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن راحت محبوبة، راحت بالسلام والتحية الى اهل زاخر، الى اهل زاخر. هذه مشاهدين الاعزاء محبوبة محبوبة محبوبة، اخت حبوبة راحت الى مقدمة الشوط. هذه سلالة، يوم ما تفرق سلالة عن سلالة تتقدم هنا في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، انتاج النخلي، هذه السلالة الى اصيلة ما شاء الله. شوف 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 المركز الاول، اذا محبوبة 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 هي من انتزعت الناموس، من انتزعت الانتصار. هذه المقدمة الى المركز الاول بدون اي تعليمات، راشد بن علي بن مفتاح الشامسي تانينا والناموس، وسلام يا زاخر سلام، سلام يا زاخر سلام على فوزي محبوبة بالمركز الاول. المركز الثاني مذهلة، عتيج بن عوض بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثالث هذه اللي وصلت الان، هذه شومة سهيل بن سلطان بن راشد الاكتبي، والمركز الرابع معارف سعيد بن حمد بن نصر المنصوري، وخامسا اللي وصلت من خلال وجودي تم محمد بن راشد بن قحيد يصل ويحتل المركز الخامس. هكذا هي النتيجة. عودة إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، لحظات الوصول، ولكن هي محبوبة من استطاعت أن تحقق هذا الناموس والانتصار وتنتزع المركز الأول بكل قوة وبكل أداء جميل ومميز. تهانينا لمالكها راشد بن علي بن راشد بن مفتاح الشامسي على هذا الفوز والانتصار وانتزاعها الناموس والمقدمة. لحظات الوصول هذه أمامكم على الشاشة، التوقيت الزمني. عموما على كل حال مخرجنا يعني من خلال الانطلاقة والتحدي انطلاقة أخرى وتواصل آخر في مسار الأشواط. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، ها هي انطلاقتنا، استمر مشاهدينا ومتابعينا.